القصة اللي هتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي مش بس الحقيقة تخص لاعبين شباب مصريين أو مواهب جديدة صاعدة واعدة بتلعب في أوروبا، لكن الحقيقة بتخص قضية إنك إزاي تستفيد من لاعبين جيل تاني جيل تالت ممكن هم يلبسوا تيشيرت منتخب مصر ويكونوا إضافة قوية جدا للمنتخب، وخصوصا إنه في تجارب مماثلة نجحت في بعض دول شمال أفريقيا. احنا كان عندنا لو تفتكروا مثلا من سنين رامي شعبان حارس مرمى الارسنال ومنتخب السويد كان ممكن جدا يلعب، وحصل على ما اعتقد يعني حصل معاه تواصل، بس جه متاخر جدا انه يلعب لصالح منتخب مصر. ستيفان شعراوي مثلا نجم الميلان ومنتخب ايطاليا برضو كان ممكن لو في لو اتحركنا بدري، لو بصينا الامور بشكل مختلف، لو في تواصل بشكل معين كان ممكن جدا نجوم بالحجم ده بيلعبوا في اكبر انديه العالم يكونوا بيخدموا منتخب مصر وعالم مصر. على سبيل المثال للحصر، انا بقدم لحضراتكم النهارده مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، شباب صغير بيلعب في انديه كبيره جدا في اوروبا، بيلعب في دوريات كبيره، وعارفين طبعا انه فتره الاعداد وطبيعه المنافسات بره على كل المستويات الحقيقه بتصنع لاعب كره على مستوى اكتر من رائع، فبالتالي ازاي ممكن نبص على ده او نستفيد بده، ده اللي بطرحه النهارده في الفقره اللي جايه مع ضيفي الناقد الرياضي وسيم احمد. مساء الخير يا وسيم. مساء النور عليك يا استاذ احمد، ومساء النور والخير على كل المشاهدين في كل مكان. انا الحقيقه يمكن لما قررنا احنا في كل حلقه اربع يبقى فيه يعني تسليط ضوء على الكره العالميه، كنت حابب جدا وكنت متاكد ان احنا لو دورنا واجتهدنا وتعبنا شويه هنطلع نجوم مصريه يمكن ما يكونش حد اتكلم عليهم قبل كده، وكلمنا على اسماء لاعبين مصريين كتير يمكن منهم اللي معروف ومنهم كانوا بالنسبه للجمهور الكره في مصر انا مش عارف بالنسبه للمسؤولين ايه يعني المسؤولين كانوا عارفين ومتابعين ولا لا، بس احنا يمكن الاسماء ما كانتش معروفه بالنسبه للجمهور بشكل كبير، ومنهم عمر مرموش مثلا النهارده بقى واحد من اللعيبه الاساسيه في منتخب مصر. فحبينا الحقيقه ان احنا نتكلم معاك وتقدم لنا الحقيقه الوجوه المصريه دي، بس هتسمح لنا قبل ما ندخل في الموضوع ونشوف النجوم الصاعده الواعده دي تعال ناخد جوله مع بعض كده في الجي بي اس ونشوف نروح ملاعب اوروبا المختلفه ونشوف لاعبتنا المصريه عملت ايه الاسبوع ده. البدايه من انجلترا. انجلترا يبقى ابو صلاح في المقدمه، محمد صلاح اللي بيعيش حاله توهج اكتر من رائعه الحقيقه، ويمكن ظهر ده بشكل كبير جدا في مباراه نورويتش سيتي الحقيقه اللي لعب فيها محمد صلاح مع ليفربول، وقدروا ان هم يحسموا نتيجه المباراه 3-1. حط فيها صلاح هدف اكتر من رائع، ويلا كمان ساديو ماني بصراحه حط جول ملعوب جدا ما يجيبوش غير لعيب كبير. معدل تقييم صلاح في المباراه دي يا وسيم كان 8.3 درجه، 4 محاولات على المرمى، نجح في المراوغه 4 مرات، ودي واحده من المهارات اللي استطاع صلاح انه يطورها بشكل كبير ما كناش بنشوفها في اول وتاني موسم ليه مع الليفر، لكن السنه دي واضحه قوي وبيعملها مع فرق كبيره ومدافعين من العيار الثقيل الحقيقه، قدر يطور الحته دي عنده بشكل كويس. دقه التمريرات في المباراه دي كانت 85% بواقع 34 تمريره صحيحه، وبشكل عام سجل 17 هدف ومازال في صداره هدافي البريمير ليج. القيمة التسويقية لصلاح حوالي 100 مليون يورو، وليفربول طبعا في المركز الثاني ورا المان سيتي برصيد 57 نقطة وفارق 6 نقاط فقط عن مقدمة الجدول. الحقيقة طبعا محمد صلاح يعني ابتدى يخرج من حالة الحزن اللي كانت باينة عليه بعد طبعا الخسارة في كأس الأمم الإفريقية. التألق الحقيقة كبير جدا زي ما احنا شفنا قدام نورويتش سيتي وحتى كمان مع انتر قدام انتر ميلانو كمان كان أكثر من رائع طبعا. نروح لتركيا، محمود حسن تريزيجيه طبعا المنتقل من استون فيلا لبشاكشهير التركي، والحقيقه يمكن شارك كاساسي في مباراه فرقته الاخيره امام ريزاسبور، والمباراه دي انتهت بفوز اسطنبول بشاكشهير بنتيجه 2-0، وتريزيجيه هو اللي احرز الهدفين لفرقته وصنع 3 فرص خلال اللقاء، عمل 27 تمريره سليمه من اصل 33، نسبه دقه 82%، والقيمه التسويقيه لتريزيجيه حوالي 10 مليون يورو، ويمكن انقص كمان كان ما اكتفاش بالادوار الهجوميه وصناعه الفرص والتهديف، لكن انقذ فرقته من 3 فرص محققه، وفرقته حاليا في المركز الثالث برصيد 46 نقطه. استعاد جزء كبير من مستواه في بطوله افريقيا. طبعا، وعايز اضيف كمان انه تم اختياره في فريق الاسبوع في الدوري التركي كمان. نروح لمصطفى محمد مع جلاتا سراي، ومصطفى محمد الحقيقه يمكن شارك لمده 74 دقيقه في مباراه فريقه الاخيره امام جوستيبي في الدوري التركي، والمباراه دي انتهت بفوز جلاتا سراي بنتيجه 3-2. معدل التقييم في المباراه دي كان 7.1 درجه، ونجح في صناعه هدف خلال اللقاء وحاول
يمكن كان ليه محاولتين على المرمى. بالنسبة للتمريرات 9 تمريرات سليمة من أصل 14 بنسبة دقة 64%، نجح في 6 التحامات هوائية من أصل 15 التحام، وجلاتي سراي حاليا بيحتل مركز متراجع جدا ال 13 في الدوري التركي برصيد 32 نقطة، والقيمة التسويقية لمحمد لمصطفى محمد حاليا هي 5.5 مليون يورو. عمل مشكلة أخيرة أعتقد في المباراة، حصل احتكاك بينه وبين أحد لاعبي الفريق المنافس، والموضوع محل بحث وتحقيق في نتمنى يعني إنه هيعدي على خير. الانضباط 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 واحد من أهم عوامل النجاح بره، وخصوصا وأنت بتلعب في دوريات كبيرة. نروح لكريم حافظ بيلعب في مالاتاي سبورت، طبعا شارك كبديل، شارك لمدة 46 دقيقة في مباراة الفريق الأخيرة أمام أنطاليا سبور، والمباراة انتهت بخسارة فرقته بنتيجة 2-1. تقييمه في المباراة كان 6.9 درجة، ليه 14 تمريرة منهم 12 تمريرة سليمة بنسبة دقة 86%، لعب 3 كرات عرضية منهم عرضية وحيدة سليمة، وحاول مرة وحيدة على المرمى وأهدر فرصة خلال اللقاء. حاليا فرقته بتحتل المركز 20 والأخير في جدول الترتيب التركي برصيد 16 نقطة، والقيمة التسويقية لكريم حافظ حاليا هي 1.1 مليون يورو. كريم يمكن مستواه تراجع بشدة في الفترة الأخيرة. حد كبير يعني حد. أحمد حسن كوكا طبعا المنتقل للدوري التركي واللي بيقدم حقيقة عروض إلى حد ما جيدة مع كونيا سبور، شارك كأساسي في المباراة الأخيرة لمدة 81 دقيقة، والمباراة دي كانت أمام قاسم باشا فريق تريزيجيه القديم. المباراة دي انتهت بالتعادل 4-4، وصنع فيها كوكا 2 خلال المباراة، وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى. خلال الماتش ده يمكن كوكا كان ليه 26 تمريرة منهم 21 تمريرة سليمة بنسبة دقة 81%، ونجح في الفوز في التحامين من أصل 5 التحامات هوائية. كمان شارك لمدة 14 دقيقة أمام اسطنبول باشاكشاهير في مباراة واحدة من الماتشات المؤجلة، والقيمة التسويقية لكوكا 3.1 مليون يورو. يستحق التواجد مع منتخب مصر كوكا في الفترة الجاية، وخصوصا في مرحلة السنغال؟ عشان أكون أمين معاك، يعني كوكا خد فرص كتير قوي وما اثبتش وجوده مع المنتخب. انا شخصيا بشوف انه كفايه كوكا المنتخب. طيب من كوكا نروح للمنتقل حديثا للدوري التركي محمود عبد المنعم كهربا، اللي بيلعب لصالح فريق هاتاي سبور. والحقيقه يمكن كهربا شارك في المباراه الاخيره كبديل، شارك لمده 29 دقيقه، والمباراه دي كانت امام فنرفشة وانتهت بخساره فرقته بنتيجه 2-0، ومعدل تقييمه في المباراه 6.3 درجه. مرر 3 تمريرات صحيحه من اصل 5، وحاول لكان ليه محاوله وحيده على المرمى، خسر الكره 5 مرات اثناء المشاركه، وقيمته التسويقيه حاليا حوالي 800,000 يورو. هاتاي سبور يحتل المركز 8 في الدوري التركي ومعاه في رصيده 39 نقطه. نتجه للسعودية. حجازي طبعا لم يشارك ولن يشارك يمكن لأربع أسابيع قادمة مع فرقته اتحاد جدة نتيجة الإصابة اللي كانت حصلت له في بطولة أفريقيا، لكن هنتابع حقيقة واحد من المتألقين في الدوري السعودي بشكل عام ومع التعاون بشكل خاص، مصطفى فتحي الحقيقة لاعب التعاون السعودي، شارك لمدة 69 دقيقة في خسارة فرقته أمام اتحاد جدة بكأس خادم الحرمين الشريفين بالدوري السعودي. المباراة دي انتهت بهزيمة فرقته زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 2-1. نسبة دقة تمريراته في المباراة كانت 47%، 9 تمريرات فقط صحيحة من مصطفى. بشكل عام شارك مصطفى فتحي في 3 ماتشات مع فريقه منذ انتقاله ليه، خلالها أحرز 3 أهداف، وتم اختياره في تشكيلة الأفضل في الجولة مرة واحدة. القيمة التسويقية حاليا هي 1 مليون يورو، والتعاون بيحتل المركز 11 في جدول الترتيب بالنسبة للدوري السعودي. لكن أقول لكم أن 3 مباريات لمصطفى فتحي في السعودية مع التعاون كانت كفيلة الحقيقة بأنه يقدم أوراق اعتماده ويصبح الحقيقة واحد من يعني معشوق الجماهير بالنسبة للفريق التعاون في السعودية. قدم عروض قوية جدا وأثبت أنه خامة أكتر من رائعة، وأنا الحقيقة شايفه واحد من أفضل اللاعبين في الجيل الحالي يشتغل على نفسه. يعني اعتقد ناحية الامكانيات يملك امكانيات كبيره جدا، لكن لو قدر يطور الناحيه البدنيه عنده مصطفى فتحي يروح في حته بعيده جدا.